الموضوع ما كانش سهل، يعني من بعد 67 والوضع في البلد كان صعب جدا على كافة الأصعدة وكافة النواحي. إزاي استعدينا للحرب؟ شوف، هو طبعا ما دمنا كلمة حرب يبقى فيه صعوبة على طول، يعني لأن هيبقى فيها موت وهيبقى فيها تضحية وفيها تحمل مشاق وكلام زي كده. احنا بعد ما هزمنا في 67 كان رأي الرئيس الله يرحمه عبد الناصر ان جولة من جولات الحرب وليس نهاية، لان اليهود كانوا بيعتبروها دي النهاية، ولا بد ان مصر تستسلم. وهنا في فرق بين الاستسلام وبين الهزيمة مؤقتة او هزيمة في معركة وهتخلص. الاستسلام انت بتخلص كل حاجة، بتخلص زي مثلا المانيا زي اليابان، لا من استسلامهم لغايه النهارده بيعانوا منه في الحرب العالميه الثانيه، لغايه النهارده بيعانوا منه. طيب هنا رفع شعار ما اخذ بالقوه لا يسرد الا بالقوه. ادى اول منهج في فكره استراتيجيه هتتبنى على هذا المبدا. يبقى اذا هنا بدايه التخطيط لحرب اكتوبر من اعلان ما اخذ بالقوه لا يسرد الا بالقوه، عشان ما نخسرش او ننسى فضل الناس ازاي التخطيط ده جه. ودايما التخطيط الاستراتيجي بياخد مده طويله، ما بياخدش مده قصيره، يعني بيبقى ياخد من 5-6 سنين حسب قدراتك اللي انت هتحدد عليها. يعني مثلا ما اجي اعمل تخطيط مثلا 20-30 قد 15 سنه اتحددت عليه على امكانيات هشتغل عليها اوصل ب 20-30. انت نفس الموضوع، انت دلوقتي ما اخذ بالقوه اللي صد بالقوه، عندي انا ايه من قوتي اللي هقدر احطط بيها لغايه ما اخد استرد الارض مره ثانيه. يبقى هنمي وهعمل الكلام. يبقى هنا هدخل في شغل جيش وشعب. طيب احنا بنقول الجيش والشعب في مصر حته واحده، وبقول انا عشان حتى بقول لما يسالوني مين بطل في حرب اكتوبر اقول الشعب، ما بقولش الجيش او افراد، بقول الشعب، لان لولا صمود الشعب في حرب اكتوبر ما كانت النتيجه اللي احنا وصلناها، لان هو اللي وفر من الاقتصاد الضعيف ما يبني به قوته المسلحه اللي احنا نقدر نستخدم بها جيش وحالها كنت. طيب هنا بدا التخطيط نمره واحد، ان انا اوعي الناس بالهزيمه انها مرحله وهتفوت، لان كان العمليات النفسيه كانت علينا ضخمه جدا لدرجه انها كانت بتفصل بين الشعب والجيش، كان بيتريقوا على الجيش بنكت وبتاع وكلام زي كده، وانت ازاي تخلص الموضوع ده؟ دي جزء حصل ونجحت فيه القياده انها تعيد التوليف بين الجيش وبين الشعب مره ثانيه ويبقى في ظهري. وده جه اساسه كان الاعلام، لان الاعلام كان قبل 67 حاجه وبعد 67 حاجه ثانيه، لكن ده كنت بتنشر اخبار الجبهه مباشره، مش ما فيش وسيط، ما بالحقائق اللي موجوده. حصل اشتباك، الناس استشهدت بتقول بالاسماء في نفسها انت عملت خسائر بتجيبها بالصور وهم بيقولوا عليها ايه للناس مباشره، فرجعت ثقه الشعب في اعمال جيشه وفي اعلامه اللي هو بيستخدم هذا الموضوع. ودي كانت خطوه عظيمه جدا اشتغلنا عليها وكانت لها النال. الجزء الثاني موضوع التوعيه الدينيه لايقاظ مره ثانيه الارض عرض، وده حاجه لازم تستخدم. ومن ثاني بدأنا نشتغل في هذا الموضوع.